قال ابن القيم رحمه الله: هلكت جارية في طاعون فرآها أبوها في المنام فقال لها: يا بني أخبريني عن الآخرة. فقالت: قدمنا على أمر عظيم، وقد كنا نعلم ولا نعمل، والله لتسبيحة، والله والله لتسبيحة واحدة أو ركعة واحدة في صحيفة عملي أحب إلي من الدنيا وما فيها. لقد قالت الجارية كلاما عظيما، كنا نعلم ولا نعمل، ولكن كثيرا منا لم يفهم مرادها. كنا نعلم أي أننا إذا قلنا سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لنا ذنوبنا وإن كانت مثل زبد البحر، وتمر علينا الأيام والليالي ولا نقولها. كنا نعلم أن ركعتي الضحى تجزئ عن 360 صدقة، وتمر علينا أيام تلو الأيام ولا نصليها. وكنا نعلم أن من صام يوما في سبيل الله تطوعا باعد الله وجهه عن النار 7 خنادق، وباعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وكنا نعلم أن من عاد مريضا أي زاره تبعه 70,000 ملك يستغفرون له. ولم نزل مريضا هذا الأسبوع. وكنا نعلم أن من صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن أن له 2 قراطين من الأجر، والقراط كجبل أحد، وتمر علينا الأسابيع ولم نذهب إلى المقابر. وكنا نعلم أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولم نساهم في بناء المساجد ولو 10 دنانير. وكنا نعلم أن السعي على الأرملة وأبنائها المساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكصائم النهار الذي لا يفطر، وكقائم الليل كله ولا ينام، ولم نساهم في كفالة الأرملة وأبنائها. وكنا نعلم أن من قرأ من القرآن حرفا واحدا فله حسنة، والحسنة 10 أمثالها، ولم نهتم بقراءة القرآن يوميا. وكنا نعلم أن الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأجره أن يرجع الحاج كيوم ولدته أمه، أي بصفحة بيضاء نقية من الذنوب. ولم نحرص على أداء مناسك الحج مع أن الظروف سهلة وميسرة علينا. وكنا نعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لم يفرطوا بصلاة القيام طوال عمرهم، رغم انشغالهم بلقمة عيشهم وجهادهم في سبيل نشر دينه. أما نحن فالتفريط كبير في هذا الموضوع. وكنا نعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ولم نستعد لهذا اليوم. وكنا ندفن الموتى ونصلي عليهم، ولم نجتهد لمثل هذا اليوم، وكأننا لدينا شهادة تفيد أننا غير مقصودين. اعلم أخي الكريم، واعلمي أخيتي الكريمة، أن كل نفس نتنفسه يقربنا إلى الأجل المحتوم الموت، وما زلنا نلهو ونلعب ونمرح. آن الأوان من هذه اللحظة أن نغير نمط حياتنا، وأن نستعد الاستعداد الأمثل ليوم الحساب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هنيئا هنيئا لمن سمعها وفهمها وبادر إلى العمل بها، وجزى الله خيرا من أرسلها إلى غيره ليستفيد. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين.